سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ام كامل او محمود كامل. شباب قبل ابدا المقطع اتمنى منك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. النهاردة يا شباب هنشوف اغراض ماينكرافت اللي في الحقيقة او اللي في ماينكرافت، هنشوف الفرق ما بينهم وانقيم يا شباب. ولكن قبل ابدا المقطع اتمنى منك تنزل دوت تضغط لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، انسى للقروي دوت تساله، انا لسه ساله دلوقتي قال لي ان اللايك والاشتراك بيكهربوا. شباب انتوا عارفين يعني ايه اللايك والاشتراك بيكهربوا، فانا اتحداك عزيزي عزيزتي المشاهده انك تحط لايك وتشترك في القناه مش مشترك، وتفعل زر الاشعارات بدون ما تتكهرب، وتكتب كومنت كمان. ها وريني كده تعرف تعملها ازاي. وقبل ما نبدا المقطع شباب ما تنساش تتابعنا على الانستجرام قدامك على الشاشه والرابط تحت في الديسكربشن. وبس شباب خلينا ندخل فكره مقطع النهارده. اوكي يا شباب ورجعت لكم مره تانية، ولكن هنا يا شباب بيجيب لكم السكيلتون ويعني الصوره بالصوره تمام يا شباب، دي اجمد من اللي احنا كنا بنصور عنها قبل كده يا شباب. شوفوا السبايدر في الحقيقه والسبايدر في ماينكرافت، الشافل في الحقيقه والشافل في ماينكرافت. شباب والله العظيم انا متحمس لمقطع النهارده. شباب اللي متحمس زي ينزل يضغط لايك واشتراك الدولفين في الحقيقه وفي ماينكرافت. ورينا اللي بعده، يلا يا شباب نشوف اللي بعده، انا متحمس جدا. السنو يا شباب في الحقيقه والسنو في ماينكرافت شبهه جدا يا شباب، نفس البامكن اللي على راسه. اوكي السلحفه في الحقيقه والسلحفه او التيرتل في ماينكرافت تيرتل. اوكي يا شباب والدايموند، اوكي جميله دي يا شباب، انا نفسي في حبايه دايموند زي دي، ان شاء الله نبقى نجيب واحد في الحلم. الشيست يا شباب ده نفس الشيست فعلا، ولكن ده بدرج، في درج تحت. اوكي أليكس يا شباب شوفوا شكل أليكس، واو أليكس يا شباب أنا أول مرة أشوف أليكس دي، أول مرة أشوف أليكس دي، أول مرة أشوف أليكس دي. أوكي يا شباب نكمل، بسم الله الرحمن الرحيم. هيجيبوا ستيف ولا إيه؟ الخفاش البات يا شباب شوفوا نفسه فعلا، هو فعلا نفس في ماينكرافت نفس في الحقيقة، ولكن ده مربع وده مدور. الأكس في ماينكرافت والأكس في الحقيقة. أوكي جميلة جميلة جدا. أوكي التنين، بس يا شباب مفيش تنين في الحقيقه، انت بتؤمن بحوار التنين ده؟ مفيش تنين في الحياه يا شباب. الجولد يا شباب يا جدعان انا متحمس جدا يا جدعان، بالله عليكم اضغطوا لايك واشتراك، والله العظيم جميله جدا جميله، عشان نوصل 700000 بقى 700. التورش يا شباب، ولكن دي شجره مولعه كامله مش تورش، شجره مولعه كامله. الماء خروف بس مش مربع، لونه ابيض بس مش مربع، معلش تفرق تفرق. الفوكس يا شباب او الثعلب نفسه بالظبط، نفس الشكل بالملي، دام الباندا، واو الباندا زيها بالملي برضو. هي الباندا اتوقع ان الوانها اصلا بتبقى كده، يعني هي نفس اللون ده ثابت. الجاست، الجاست ولكن من الورق يا شباب، دام والله العظيم اسطوريه جدا. اوكي الدوده او اللي هي اوه ده فعلا شباب شبهها، واو السيف او السورد. اوكي يا شباب يلا نشوف اللي بعده. اوكي واو انا متحمس انا متحمس. الاخطبوط يا شباب سكويد. اوكي اللي بعده البور بير، ده اتوقع ان هو الدب الثلجي، الثاني كان باندا ده دب الثلجي. اوكي الخنزير والله شكله كيوت بس حرام يا شباب، هو حرام حرام اكله طبعا. اوكي والقطة اكواليت، الاكواليت اكواليت ايوه القطة يا شباب جميلة. الماجما كوايب بيبقى كده يا شباب، انا اول مرة اعرف دي لافا مش ماجما كوايب. اوه التفاح ده، ويت ويت هو مش ده مشمش؟ مش ده مشمش؟ امال بيقول عليه جولدن ابل ليه؟ مش تفاح دهبي ده يا شباب، او ممكن يكون تفاح اصفر. الاندرمان ان شاء الله ابقى اجيب مجسمات من دي يا شباب احطها ورايا كده تبقى شكلها حلو. اوكي الكوكو كوكو. اوكي يا شباب ورجعت لكم مره ثانيه بالفيديو الاسطوري بتاعنا، ولكن يا شباب قبل ما نبدا اي حاجه كده ما تنساش برضه تصلي على النبي وتحط اللايك، ويلا بينا يا شباب. زي ما انتم شايفين جايب لنا بلوكه ماينكرافت اللي هي في ماينكرافت طبعا الجوال او الكمبيوتر موجوده البلوكه دي، تعالوا نشوفها في الحقيقه عامله ازاي. شوف استنى في الصوت ده ونحط الموسيقى بتاعتنا يلا بينا. اوكي يا شباب يلا زي ما انتم شايفين دي في الريلي لايف او في الحقيقه يا شباب سيزون 2 دي تي ان تي يا شباب. اول حاجه هنشوفها هي التي ان تي او المتفجرات، تعال نشوفها عامله ازاي في ماينكرافت. طبعا الراجل ده احنا عارفينه، والمتفجرات احنا عارفينها في ماينكرافت بتعمل ايه، عايزين نشوف بقى المتفجرات في الحقيقه بتعمل ايه. اوكي فجرها. اوكي في الحقيقه بقى يا شباب انا متحمس جدا. اوكي دي تي ان تي
شباب يا في تي ان تي في الحقيقة ايه التصوير ده؟ انا مش فاهم حاجة، ولكن في دخان هناك اهو، في دخان هنا 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 اهو. واو يا شباب دي فعلا تي ان تي في الحقيقة، ليتس جو، والبداية حماسية يا شباب. يا عمري يا شباب عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك لو عايزين نستمر في السلسلة الجميلة دي. الكيكة يا شباب في ماينكرافت، اوكي ورينا كيكة في ماينكرافت شكلها عامل ازاي. اوكي بيضة وفيها نقط حمراء والجناب كلها بني. اوكي في الحقيقة بقى هل هيجيبوها شكلها بالظبط ولا أي كيكة؟ اوكي دي تقريبا بيعملها شبهها يا شباب. واو بص دهن الوش ابيض، اوكي اوكي، وبيحدد الاماكن اللي هيحط فيها الاحمر اتوقع. اوكي بيحدد بمسطرة، طبعا مش عارف ايش دخل المسطرة ولكن دي مسطرة فيل. اوكي الفيل اللي هو بيبقى عبارة عن بلاستيك بس هاش كده يعني خفيف. اوكي يا شباب انا متحمس جدا، متحمس لدرجة اني مش قادر اتكلم يا اخي. دايم وات هتبقى زيها ولا مش زيها؟ اوكي التانية ما فيهاش بني خالص ولكن فيها احمر، هل هيحط احمر يا شباب ولا لا؟ اوه جاب الاحمر يا شباب، وهو بيحاول يعمل شبهها ولكن اتوقع ان هو مش عارف. هو لو كان شال البني وحط الاحمر في اماكن متعدده يا شباب يعني كان ظبط. انا عايزكم دلوقتي تكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا شفتوا حد عمل الكيكه قبل كده في الحقيقه. لو ما فيش حد عملها انا ممكن اعملها في فيديو والله، اجرب اعملها ونعملها يا شباب، انا اقدر اعملها. اوكي والله حاسس ان هي شكلها شويه ولكن مش شكلها خالص، شويه كده يا شباب. حط البني اللي موجود على خفيف دوت، ولكن اتوقع ان ده فستق وكده، طبعا الجوده بايظه من عندهم مش من عندي انا. اوكي يا شباب جميله تحفه تحفه، دي تتاكل كده. ايه دي جميله دي كده يا شباب. اوكي وخلصت الكيك على كده، اتوقع الجلاس بقى. اوكي الازاز احنا كلنا عارفينه في ماينكرافت، هل في الحقيقه هيجيبوا برضو جلاس مربع كده؟ مش عارف، هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي يا شباب. يلا 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 ورينا ورينا الجلاس اللي في الحقيقه، عايزين نشوف الجلاس اللي في الحقيقه او الازاز. اوكي بيكسر الجلاس طبعا، وايت جلاس ابيض. اوكي كسر 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 كسر، اوكي كسره. يلا بقى تعالوا نشوف بقى اللي في الحقيقه يا شباب. ده بيكسر ازاز برضو شباب، بيكسر ازاز. لو اوعى اوعى عليك يعورك يا شباب، محدش يجرب. اوه محدش شباب يجرب، محدش شباب يجرب ان هو يكسر ازاز، ازاز بيعور جدا. اوكي مش عارف هو بيكسره ليه بقى. اوه يا شباب شوفوا الشباك الازاز وقع. لو اوكي شوفوا يا شباب هم عاملين لك تحذير برضو. اوكي الازاز اهو، بص الازاز اتكسر كله يا شباب، اداله واحده وقعه كله يا شباب. ده اتوقع ان ده ازاز شباك السلايم. هو انا عايز اشوف السلايم في الحقيقه، وريني اعمل السلايم في الحقيقه. اوكي السلايم في ماينكرافت احنا عارفينه سلايم حقيقه، او اللي هو السلايم اللي بيتحرك الحيوان او وحش. ده نفسه شباب نفس اللون ونفس التربيعه يعني مربع. طب عشان توني ببص كده هنا المكان الشاشه الثانيه اللي ببص فيها الكاميرا وكده يعني بشوف نفسي بصوره. لا اوكي يا شباب نفس السلايم بالظبط نفس اللون، ولكن ده ما بيمشيش، ده مش حقيقي، ده ما بيدمش، ده كويس يا شباب يلعبوا بيه الاطفال. اوكي مش مضر ولا حاجه، ولكن في سلايم انواع. اوكي شوفوا يا شباب نفس اللون بتاعه ونفس المربع يعني فاهمين ازاي؟ اوكي يا شباب ودلوقتي هنشوف الارنب في ماينكرافت وهنشوف الفرق ما بينه وما بين الحقيقه بالظبط. انا نفسي اشوف اللي في الحقيقه يكون شبهه بالظبط، المره اللي فاتت شفناه ما كانش شبهه، ده ابيض يا شباب ومناخيره لونها بينك. اوكي عايزين نشوف بقى اللي في الحقيقه يبقى مناخيره لونها بينك وابيض. هو ابيض ومناخيره لونها بينك ولكن في اسود، فاتوقع ان ده مش شبهه يا شباب، مش شبهه قوي. هو شباب والله بياكل جزر يا شباب، بيعمل اصوات الاكل كده مش عارف انا بتستفادوا ايه لما تعملوا اصوات الاكل للارانب، يعني اعملوا اصوات الاكل انتوا، هاتوا اكل زي كنتاكي الكلام ده كله واعملوا اصوات الاكل عليه بيبقى حلو. انما يعني ارنب بياكل جزره هتعمل اصوات الاكل على جزره؟ مش عارف، ولكن براحتهم هم اللي شايفين كده صح خلاص اعملوا كده. اوكي الارنب مش شبهه يعني شبهه سنه كده يا شباب. يلا بينا نشوف اللي بعده، يلا بينا. اللي بعده بعد اذنك اللي بعده. خلاص عرفنا ان الارنب بياكل جزر، عرفنا والله ان الارنب بياكل جزر. ليه ساعة تقعدوا ان الارنب بياكل جزر؟ والله العظيم لا اقدمك وانا مش عايز. يا لهوي شباب شوفوا قد ايه بياكل جزر، وقت دقيقة كاملة يا شباب بياكل جزر. عرفنا لازم يخلص الجزراية يعني لازم يخلصها. السكيلتون هيجيبوا سكيلتون يا شباب في الحقيقة. واو يا شباب
ده زيها بالظبط فعلا فعلا يا شباب، لازم تضغطوا لايك واشتراك والله عشان الحاجه الاسطوريه دي. لايك واشتراك لو اول مره تشوف السكرين وتشوف في الحقيقه، انزل اضغط لايك واشتراك يا اخي. ديام ديام طبعا ده طب يا جدعان، الناس بتستخدمه اللي هم الاطباء وكده بيستخدموه في التشريح، حاجات كده غريبه مش عارفها. هبقول لكم عليه. الخروف الابيض في ماينكرافت المربع، مربع، هل في خروف في الحقيقه مربع؟ هو شبهه يا شباب، شبهه جدا ولكن مش مربع. يعني اللي يخليك تفكر شويه ان هو مش مربع يا شباب، فاهمين ازاي؟ يعني مش مربع فما اعتبروش شبهه، وتقييمي ليه 5 من 10، 5 من 10. اوكي يا شباب يلا بينا اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخروف هيقعد ساعه ياكل برضو وكمان ولا ايه؟ اه ساعه ياكل وكمان، دقيقه ونص بياكل، دقيقه ونص يوري. المايني كارت، في مايني كارت في الحقيقه؟ اوكي اوكي ورينا ورينا هتعمل ايه يا كبير، ورينا ورينا يا كبير، ليتس جو. طبعا قاعد بيلعب لعبه كده بالماين كارت وصاحبه جه بيو خبط فيه. اوكي ورينا بقى الماين كارت اللي في الحقيقه. واو ده مكان ماين كارت فعلا شباب، مكان ماين كارت. المفروض ان البتاعه دي بتتزق بتجري على القضبان اللي قدامها دول، في قضيبين كده اهو اهو يا شباب بتمشي فعلا، دي زي الماين كارت فعلا في ماين كرافت. تام ولكن دي خشب التانية حديد، في فرق، في لازم تحط كل فرق كده. بص شوف بتحوت كمان، واو وبتدلق، الله عليك. دي عامله زي الماين كارت اللي فيها الشيست. اوكي وبتمشي تاني على نفس المكان، بتمشي تاني على نفس المكان، جميله جدا يا شباب. يلا بينا اللي بعدها. هتقعد ساعه كمان ولا ايه؟ مش فاهم. لا لازم يرجعها مكانها برضو يا جدعان، يعني ما ينفعش يوديها وما يرجعهاش، لازم يرجعها. اوكي جميله دي، يلا بينا على اللي بعدها. حط لايك للتشيكن او الفرخه، هل في فرخه في الحقيقه مربعه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في مقطع النهارده. يلا يا شباب، الفرخه دي طبعا احنا عارفينها بيضه وعندها عرف احمر. مفيش فرخه فيهم بيضه؟ لا في فرخه بيضه وليها عرف احمر ايه، بس مش مربعه يا شباب، مش مربعه، لا لا مش مربعه. انا اعترف، بياكلوا اندومي ده ولا ايه؟ سباجيتي، شكلهم بياكلوا سباجيتي. اوكي بياكلوا السباجيتي، عاملين زي اي فراخ يا شباب فعلا بتاكل كده اصلا. انا مش عارف، في فراخ بتاكل علف، وفي فراخ بتاكل سباجيتي، وفي فراخ بتاكل خاص، وفي فراخ بتاكل اي حاجه، يعني الفراخ دي بتاكل اي حاجه. الكاو او البقر، هل في بقر مربع؟ مش عارف، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ورينا هل في بقر مربع ولا لا؟ ورينا. اوكي لا 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 مش زي يا شباب. اولا ده بياكل فلفل، الفلفل باين عليه حراق يا شباب، بياكلوا للبقر عادي كده، البقر كله بياكل فلفل حراق، يعني اللبن بتاعهم هيبقى حراق، يبقى لبن مشطشط ازاي؟ هل ده حقيقه؟ مش عارف، معرفش والله، انا بقول اي حاجه كده، ولكن مش شبهها خالص شباب. البقره لونها اسود فابيض، مش بني خالص، فابيض، وكمان مش مربع. اوكي يا شباب وبس، ده قصه المقطع. اتمنى يكون مقطع النهارده عجبك، وسلام احلى لايك وشير وسبسكرايب لو كنت عمر قناه، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله المقطع الجاي يكون مقطع اسطوري جدا، فما تنساش تكون انك ضغط اشتراك ومفعل زر الجرس عشان تشوف المقطع الجاي. وبس اشوفك على خير الناس في الدنيا، وسا سا 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 سلام، سي يو ليتر يا شباب. مكماليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مكماليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة، بنعمل من الضحكة فنون. مكماليون.